بيعمل معاكوا كده في البيت برضو نفس الطريقة ولا بياخد طريقة تانية؟ Yes, exactly. That's why بالزبط. I'm a perfect goalkeeper now. دلوقتي حارس مرمى مثالي دلوقتي احنا. هتنافس الشناوي؟ العقد جاي ان شاء الله. تشالنج الشناوي. يعني في البيت برضه نفس الشخصية نفس الشكل؟ Yes, yes. That's why we always said that each is goalkeepers like their son. كل ما يلعب حارس المرمى بالشكل ده. And it's not is not treating them like friends. ما كانش بيعامل الحراس بتوعه ان هم اصدقاء، كان بيعامل دايما والدي بيعامل الحراس اللي معاه كانهم ابنائه. بيهتم بيهم، بيقعد يشتغل معاهم، يحاول يعدهم بدنيا ونفسيا. وفي البيت بيعمل معانا زي ما بيتعامل مع الحراس المرمى بالظبط. عندي سؤال مهم جدا، لما يعني معلش، لانه لازم الجمهور يبقى عارف، خسرنا نهائي افريقيا، لما خسرنا نهائي افريقيا كان عامل ازاي وانت كنت عامله ازاي؟ زعلانة، كنت زعلانة. طبعا. Of course, of course. بالطبع. I was very sad. بالطبع كنت حزينة جدا. توصل النهائي وتخسر. And also like all the situations. طبعا واضح لما بتكسب كل لما بتخسر ما بتكسبش كل الظروف ما بتبقاش كويسة طبعا في الأهلي. وطبعا كل الجماهير كانت محبطة ومتضايقة. لأن الأهلي معتاد على الفوز. لما تيجي تخسر مرة طبعا شيء غير متقبل. بنكمل على طول وبنكمل نفكر في بعد كده وان شاء الله بنكسب بعد كده. بينكد عليكم في البيت ولا الامور بتبقى لطيفه؟ لا طب ده مخرب بيني وبينك بقى اما نطلع. مفيش مشكله. انا اقول لك انا وانت بس دي بتزعلهم؟ ما ينفعش، خلي بالك عندها عندها فانز كتير جدا، فخلي بالك بقى، خلي بالك. But